قالت لزوجها تعال يا رجل شوف اللحمة هذه. قال ما بها؟ قالت إنها لم تتغير لي ساعات وأنا أطبخ اللحمة واللحمة كما هي. نظر الرجل فأخرجوا اللحمة من القدر وأشعلوا نار فوضعوها لعل تستوي على النار، فأبدا تستوي، اللحمة حمراء كما هي. فاحتاروا في أمر هذه اللحمة، فذهبوا يسألون، فذهبوا إلى أحد العلماء قالوا يا شيخ عندنا لحمة غريبة. قال ما الغرابة؟ قالوا طبخناها ساعات فعيت أن تتغير، شويناها على النار فأبت النار أن تغيرها. قال تعال فين جبت اللحمة؟ قال من الجزار. قال قص لي قصتها. قال ما في قصة، ولكن أنا راجع إلى البيت سمعت واحد يعظ في مسجد، فدخلت بالأغراض الذي معي في المسجد استمعت ثم ذهبت. فكبر الشيخ قال الله أكبر. أتدري ما الذي حدث؟ عندما جلست في المجلس معك هذه اللحمة وهذه الأغراض أنزل الله رحمته على كل من في المجلس حتى اللحمة. فكيف يا إخوان بجسد لابد أن يمر على جهنم؟ ما في طريق للجنة، ما في طريق للجنة إلا عبر هذا الصراط المنصوب على متن نار جهنم. أتدرون يا إخوان على الله لينزل الرحمة علينا في هذا المجلس. يا إخوان الذنوب كثيرة والأخطاء كثيرة والعمر ضاع والأوقات ضاعت، على الله الآن ينظر إلى قلوبنا وإخلاصها وصدقها.